سبور زيدا. الخميس 3 اكتوبر 2024، مرحبا بكم في موعد جديد من سبور ميكس. نجم تتابعونا وين ما كنتوا في تونس الكبرى من خلال الفريكونس نتاعنا 106.9، وتتابعونا ايضا وتشاهدونا بالصوت والصوره في اللايف ستريمينغ. تلقاوها بدايه توت سويت على قناتنا في يوتيوب سانغون، وتتابعونا ايضا على صفحتنا الرسميه الخاصه في فيسبوك. كيف كيف سانغون، اليوم نحكي على اخر التطورات في الساحه الرياضيه التونسيه وفي الخارج ايضا مع ضيوفنا. سعيد جدا مستقبل اليوم مروان تاج، اهلا وسهلا. اهلا بك اسلام، مرحبا مستمعين راديو مسك وسبور ميكس. احمد الصالحي مرحبا. اهلا وسهلا اسلام، شكرا شكرا على الاستضافه. سعيد جدا ايضا باستقبال اول مره بحضانا في سبور ميكس الكوتش وجدي السيد، مرحبا. اهلا بك اسلام، يعطيك الصحه، مشكورين على الاستضافه، مرحبا بالاخوين الحاضرين وبالسادة المستمعين. بعد شوي باش نستقبلوا ايضا واحد من اساطير كره القدم التونسيه، السيد علي الكعبي اللاعب الدولي السابق، يلتحق بينا بعد شويه. دونك نحكيوا على مقابلات البطوله، باش نحكيوا على ايضا على علي غرام، علي معلول واكثر في الحصه نتاعنا اليوم. لكن قبل هذا فاجئني مروان تاج اليوم نحكيوا في اللي كوليس، جاب لي فيديو احمد الصالحي استغربت منه. يقول لي سيتي بريمير، يقول لي البينالتي نتاع الترجي ضد الملعب التونسي صحيح. بون ما نجمش، مش حكاية صحيحة اسلام، تو كنت تقول صحيح. لا مش حكاية كنت صحيحة، حسب اسمع حياسة في الانتين اسلام 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 جاوني برشا فيديوهات من محبين الترجي الحقيقة، ومن محبين الترجي بعثوا لك انت مروان فما فيديوهات الحقيقة. نورمال 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 اخي، سامحني زاد كيف كيف، من ممكن كما قلت لك نجم نعطي رايي في حاجة، مي خبراء التحكيم قالوا لك ماهيش بلانتي، من زاوية أخرى ريتها بالفيديوهات على حسب اعتقادي كجوار. وانا كنت كارير جوش، كنت كنت نحكي مع سي وجدي، قلت له راهي الرياكسيون تاع الديفونسور صحيح وقف، اما ريتك الهزه اليدين نتاع مشيت للوجه، ممكن كما وريت لك فيديو ممكن تتزفر. قلت لك معناتها انا ما نعرفش، ما اكيد لك انا زاد كل واحد ياخو حقه. ممكن قلت ممكن اي قلت يا اسلام كان معناتها في نقاش كبير معاه يا احمد يا احمد يا احمد احنا نقولوا لا ونقول لا انا راني حقاني خليك ساحب موقف انا حقاني ريت الفيديو ريت الفيديو نتاع البيلانتي من الاول مش من لونجل هذا، قلت لك راي ماهيش بيلانتي، مي كل زاد كل واحد ياخو حقه. انا في راي انا ريتها من زاوية أخرى تتزفر، كي كنت ملاعبي الرياكسيون تاع الملاعبي أسمع ممكن اجتهاد من الملاعبي راه كيم تاع الملاعبي راه خاطر فما الهزه نتاع اليد هو وقف وصحيح المرفق خرج ومن بعدها هبط يديه. اسافوار من عرش انتم تشاطروني في الراي ولا ما شاطركش جمله من جميع الزوايا كل واحد في رايه من جميع الزوايا ماهيش بيناتي بصراحه. والموفمون اللي موفمون الحركات نتاع اليدين نتاع المدافع ثم حركات يعتبروها الحكام حركات طبيعيه معناها بور سو بروتيجي ولا حاجه كذا، ماهيش بيناتي، هو رمى روحه وطاح الملاعب زلق اصلا من الاول ثم واحد يعني صعيب صعيب. توا انت بالميكروسكوب قاعد تطلع فيها وبالواحد وكل شيء ويونكور متشكك، وقلت مانيش متاكد 100%، وممكن كان نساله مروان في اخر الحصه مع شويه وقت يقول لا ماهيش بيناتي. والله يا سي وجدي اسمعني برشا عباد في نقاط، اسمعني يا احمد يا احمد يصلح في العلاقه. لا 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 اسمع راني ما نخاف من حتى حد، وانا كلمتي نقولها وانت تعرفني اسلام راهو كل واحد ياخذ حقه، وانا حقاني راني لا كنت لا تراجي لا النجم لا الفريق لا حد شيء. تعرضت للتهديد ايش ما تعرضت حتى حد تهديد مالك فاش يدي اسمعني في التهديد في التهديد ايش تغيير مفاجئ تعلم يا احمد اسمعني ما فما حتى حد اسمعني ما فما حتى حد يخوف كان ربي سبحانه وتعالى. لا مش ضروره ايش كان البشر يخوفوا باش لعبات تعرف لي شنو مروان تاج، راني ما عندي كونتر حتى جمعيه وراني كي نستحق اسمعني تراجي كونتر تراجي مواقفك دائما متطرفه ضد الترجي جد سراجي ما عندي حتى نية فيها. ايش اكلمك كملاعبي انا كنت نعملها الخبيثة ذي ونعرف نعرف روحي ايش قاعد نعمل انا، واسمعني في سيرتو في البوزيسيون ذيك وين كارير جوش راني نعمل رياكسيون هذيك لو ما عندي غير شيء ما زفرت البيلانتي وفي الماتش نول. انت حسيتك جاي تسجل في شويه نقاط مع جمهور الترجي التونسي، يبدو انك معناتها هدوك ولا لا 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 ولا لجنه التحكيم لجنه التحكيم ما عودتش شفت الزوايا كل يا اخي جمدت الماء. لا مش صحيح تجميد تجميد مو صحيح. اش عملوا له مره ذي غلط معناها اش عملوا له ما فماش حتى ديسيزيون خرجت لا فيه لا فيه هو رسمي لا اي رسمي لا فماش دي ديسيزيون معناها تولي كارثه وقتها خاطر لازم يخرجوا اللعبات كل في بالهم. بون انا حكيت معاهم شويه يقول لك معناها عندنا عقوبات معناتها مش عقوبات حتى عندنا قوانين داخليه اللي يغلط يعرف شنو باش يصير له معناها حتى حتى الاسيستون نتاع ماتش الكليوب والعمران يقول لك راهو الكلام اللي خرج ما فيه ما فماش حتى عقوبه هبطناه للسي هبطناه
نهدي وما هو صحيح معنا الكلام هذاك الكل اللي خرج فما حاجات انترن بيناتنا يقعدوا بين الحكام والإداء. هذه حاجه جديده ما نعرفوهاش لانه الراي العام كل في باله اللي الحكم اللي الحكم نتاع المباراه يعني وقع تجميد ونزلوا يعني كنا حكينا فيه ووضحناه اختر واختر بالحق لانه التحكيم اختر الخبر يعني ممكن تسرب ممكن اكيد موجوده العقوبه لكن الخبر تسرب مش فهمونيش اسلام انت كنت تعديه مش في الكونديكتور اصلا تو اسلام يحطني في حاجه كيما هكا انا حطيتك روحك هذه اسمعني ما نقلوش من الاستحقاق معناتها الربح معناتها النيول نتاع الملعب التونسي اللي هي كانت تستحق تربحها هكا باش وعليه ما ناخذوهاش من الزوايا اليوم عليه مشيت لك كوتي ليسبيرونس انت عليه ما نقول معناتها ما تاخذهاش كيما نقولوا على الاربيتر زوايا شنو اللي لعبات اليوم ظلمته الاربيتر هاني حكيت انا مثلا على الفوت نحكي اون جينيرال من غير ما معناتها اليوم نقولوا او خوف او تهديد من ليسبيرونس انا خذيت النجم نقرب كوتي لا فادلك معاك لا نجم نقرب كوتي الاربيتر باهي يا خنت عدي احمد البارح شفنا علي غرام بعض الكلام اللي برش اللي قال حول وضعيته في شختار انا حطيت حتى في التيتر في اللايف علي غرام يحرج فوز البنزرتي اخر المعلومات اللي كانت عندنا البارح ماهوش في الليست نتاع المنتخب باعتبار انه مش لاعب البارح شفناه لاول مره كاساسي بون خرج في الميتون شاهدت شويه المقابله يعني شاهدت شويه الميتون اللي لعب فيها عليه بعد كي خرج هو حق بدلت عمل مستواه ما كان سيء ما كانش يستحق يخرج في الميتون الحق ما كانش خايب لعب على اليمين ما لعبش محور الدفاع كيف عمل دوز انترفونسيون باهين لكن الحاجة خايبة يمكن المخالفة اللي جا منها البونتو كانت منه هو واخذ فيها صفرة ما نعرفش انت كيفاش تحكي على الوضع هذا والله انا قبل كل شيء ساعة نقول انه فخر لينا احنا كتوانسة انه عندنا ملاعبي اسمه علاء غرام يلعب في الشامبيونز ليج وتقريبا اللاعب التونسي الوحيد في الشامبيونز ليج ماهوش صلاح ماهوش ملاعبي مثلا يلعب في كيب كبيرة وقاعد يعمل في بيرفورمانس كبيرة في صلاح قداش من كيب كبيرة هو دائما اي مقاولون العرب لا حتى في سويسرا معناتها بدا في بازل معناها صحيح اما هو الفرق بين صلاح وبين ملاعبيتنا احنا التوانسة هو العقلية صلاح يتيح ويقوم ويرجع واحد كان قوي ياسر سي لو بلو مونتال بالنسبة لعلى غرام بالنسبة لي انا سي ديجا حاجة باهية كأنه با تيتولير لعب اساسي وراه في حملة كبيرة نتاع انتقادات على مردود بخصوص مردود على غرام وهذا انا بصراحة نشوف اللي هذا اجحاف في حق على غرام ما كان سيء والله ما كان سيء اولا من ناحية الارقام تقريبا على 80 كورة اخذها في نسبة النجاح تاع 85% لي باس كل صحاح اول حاجة ثاني حاجة هو لعب في الكولوار والعب زاد شوف الملاعبين اللي مقابلوا لو كمان من احسن ملاعبيه معناتها وزاد تشكون لعب انت معناتها انت من اقوى ليكيبات وماخذين لورو ليك معناتها من اقوى ليكيبات في العالم ما تفهمش ميتون انا باش ما نكون امين ميتون كامل هجوم في الدفاع اللعبه هجوم ضد الدفاع وزيد عليه غرام قداش عنده تو في الاحتراف وقداش عنده ماتش يلعب تيتولير ما زاد لازمنا شويه صبر راه مش ساهل الاحتراف وضد شكون باه هو لعبه في الكولوار بالله على غرام في تونس ضد شكون كان يلعب وفينا مستوى نتاع بطوله كان يلعب زاد يلزمنا نسبوا الاشياء وما نتجناوش على العباد وما نكونوش قاسين على العباد انا في تقديري على غرام مازال في بدايه المشوار الاحترافي اهم حاجه اللي هو حظى بثقه المدرب ولعب اساسي الروندمون نتاعو خرج في الميتون انا في تقديري الروندمون نتاعو ما كانش معناتها سيء كان متوسط لعب في بوست ماشي بوست نتاعو اما على الاقل هكا دخل في خطط المدرب ولعب تيتولير وان شاء الله الروندمون يتحسن بشويه ثقه بشويه خدمه خاطر راهو مش من السهل انك تقتلع بلاصه في اللاكس والا في الكولوار في المستوى العالي ان بي دو باسيون شويه صبر وكاهو هو على غرام يا اخي بلتو اللاعبين اللي يلعبوا برا يعني التوانسه اللي يلعبوا في البطولات الخارجيه برا يا اخي كلهم قاعدين يقدموا في مردود باهي اللي عيط لهم المدرب الناخب الوطني مش كل بار واحد ولا اثنين قاعدين يبرزوا البقيه كل معناها مردود عادي مردود عادي نتاع اغلب اللاعبين اللي قاعد يصدق فيهم المدرب المنتخب ولا الناخب كما يقولوا فهمتني حاجه الاولى حاجه ثانيه يعني على غرام وقت كان يلعب في تونس كان في المنتخب أنا ولد المنتخب حتى من مش في السنيور يعني في الصغار في الليجانو توك يطلع يلعب بروفسيونيل إيه هو يقول لك مش يلعب أنا عايز كان يلعب هو اللي قاعدين يلعب وقاعدين يقدم مردود لا لا سمحني سي واجد وانت اللي قاعد يعيط لهم قاعدين ياخذوا في طونجو كبير في الجمعيه يلعب 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 13 دقيقه كل ماتش لا يلعب لا 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 بار صغير الكل يلعب بار صغير يا بار صغير الكل يلعب ما نقولوش معلومات غلط الكل يلعبوا لا احنا تو باش نحكيوا على الكونفوكاسيون الجايه بالك الكونفوكاسيون الجايه
تخلف الليكيب غرام تقل التيتولير في شختر فهمني في ماتش قوي ماتش صعيب كما قال لك كان يحكي لك ضد أتلانتا راهو من أحسن خط هجوم في البطولة الإيطالية لا وصلت يعني كانت مسجلة أهداف ولو أنا ما خذتش السكوديتو لكن كانت أقوى خط هجوم كانت في إيطاليا فهمني من زوز مواسم طول تالي وما زالت وما عنديش نجوم كبار لكن تسجل برشا اهداف فريق اتلانتا دونك فريق قوي برشا والمنافس كما قال لك معناها منافس قوي نتاعو حتى الفيزافي نتاعو معناها ممتاز اكيد وانه تو بدا يرجع للكومبيتيسيون هذه فرصه باش تعيط له وقتاش تستناه باش تعيط له معناها تو فرصه مادام لعب فهمني ينجم يكون موجود بعد اللعب البارح ينجم يكون تتبدل حاجات ينجم يكون موجود ان شاء الله تتبدل لكن قبل البارح ماهوش موجود في الليست ان شاء الله تتبدل لانه الليست نتاع المنتخب فيها وعليها الفارطة وكثر اللغط عليها واختيارات يعني بصراحه يعني لاعبين يعني مش عارف انا كيفاش تجيب لي ملاعبيه عمره 34 و35 نبدا واحد ولا اثنين الله يصحى ممكن انا شويه اكسبيريونس لكن تعيط خمسه وسته ملاعبيه فوق 30 يعني شنو هو الاوبجيكتيف تاعك كوب دافريك ومن بعد كوب دافريك هذا مستقام كوب دي موند يخلي عمره فوق 30 هذا اللي حكيت فيه انا يخلي باش تلقاه اللي عمره توا فوق 30 باش تلقاه بعد عامين اخرين يعني تلقى عمره توا 34 35 مش مازلت تعمل سي واجدي مطالب تحقيق نتائج انيه والمنتخب سي واجدي لحظه والمنتخب سي واجدي للجاهز سوى 35 سوى 16 بالله يقتش المنتخب نتاعنا يلعب اللاعب الجاهز لا نحكي المفروض عمره ما كان اللاعب الجاهز عمره ما كان اللاعب الجاهز فهمتي عندنا لاعبين جاهزين في البطوله التونسيه نتاعنا وليدات يعملوا 66 كيف شفت مباراه ستاتونيزيان اسبيرانس انا وليدات صغار طالعين كان تسكر لهم اثنين انت بال 35 و 36 لا لا سي انا ما نوافقكش الراي تماما علاش علاش اللاعب الصغير باش توصل راهي ليكيب ناسيونال راهو ميريت راهو استحقاق راهو مش انت تعمل لي باس ولا تدريبل وتمركي هدف معناتها تنجم تمشي ليكيب ناسيونال المنتخب لا ما لا ولا تكك تاع ليكيب ناسيونال سي واجدي انا في تقديري المنتخب الوطني يلعب فيه الافضل هل الملاعبيه الموجودين في ليكيب ناسيونال وقتاش احنا نحكيو مثلا على غرام يستحق ولا نشوف انا شكون لي جوار كونفوكي في البوست نتاعو هل على غرام افضل منه ولا لا وقتها انا نطرح السؤال علاش على غرام ما عيطلوش نمشي لك للصغار هاو جربناه من الصغار هاو عيطنا له من كل شيء ولينا احنا المساكني بالنسبه لنا ولا هو احسن ملاعب في تونس تو هو الوحيد اللي قادر يربحنا ماتش وهو الوحيد اللي فيه الضوء شكون الصغار اللي عيط لهم انت خي صغير شكون فما اعطيني صغير في الشامبيون هاي حقي يا ودي بق... انت قلت عيطينه من صغار يعطيك بالنفخ في صوره الملعب اعطيني صغير فراغ حتى في الترجي ولا في الافريقي ولا في غيره اعطيني صغير وقتيرينا صغار انت قلت اعطينيهم انا مش شعبوي اعطيني صغير انت قلت ليكيب ناسيونال تو في الجمعيات ملاعبي محل يا ودي نسميهم لك انت اعطينا صغير قلت لي انت اعطينيهم فرصه ما لقينا شيء نحكي على برو اعطيني باهي سميلي برشا اساسي راه مش تجغجي سمير سمير صغير سمير قادر انه يلعب في الكيس سمير كتير ولا حتى روبلاسون دقيقه انا انا نحكي لك بنبداو واحد في المحليه في المحليه دقيقه كي نعطي جينيراسيون كيما حكيت قبل وقلت هشام بكر جفالي من المنستير هذوما اسمعني اسمعني هذوما نحكي لك هم سمير لك اليوم ابرز البرزين في البطوله بتاعنا شنو الاسماء يا اخي عيطت لهم الاخرين شنو هما شكون هما اللاعبين المنتخب اللي عندهم اسماء كبيره ابار زوز ولا ثلاثه ملاعبيه بالحق شكون في المنتخب يا اخي متخانع ما عندنا حتى ملاعبي في المنتخب راهو ما يتعوضش ما عندنا حتى ملاعبي في المنتخب انديسبونسابل للمنتخب راهو كلهم ينجموا يتعوضوا مستويات مش بعيده راهو على بعضها برشا احمد كانت كمل انت كانت تكمل تحكي هكاك اليوم باش تضر برشا وليدات صغار في الشامبيونات اذا كان وانت اليوم معناتها انا اليوم ما يجيش بالمنطقه ولا بالمنطقه اسمعني لازم الراي يكون موضوعي ويكون معقول تجي تقول انت جفالي وما نعرف شكون برشا اسامي شو اسمه بكار يلعب قبل علي العابدي شكون بكا لا نعطيه شوط ما فيش شوط شوط ما تعطاش ليكيب ناسيونال لا شكون قال لك تلعب ولا ما تلعب مش يلعب تيتوليرو احنا حكيو على الليستا قاعد فما خير من انت تمشي باش تلقى لي حلول باش تقارن انت بكا خير من الشاني خير من العادي يا مروان عادي خلينا نرجع الموضوع على غرام ما كملتش سي واجدي وبعد نعطي المروان لا انا قصدي معنا علي غرام يعني على غرام يزمو ياخذ فرصته لازم يخذ فرصته عيط له مادام لعب في الليستا الجايه لازم يكون موجود ما انا ما فهمتش وقتاش باش يولي موجود على غرام مروان يتمسم لاعبي مورالمون كي يخرج في الميتون
بون يقول لك خاطر ايش كلمك يا سليم، يقول لك اليوم هو صحيح بعيد برشا على الكومبيتيسيون سافوار لونترينور، خاطر خمم فيه نقص برشا ريتم في ساقيه ممكن خير لكونه ضد فريق كيما اتلانتا، يقول لك انا نخرجوا خير معناتها خير عرفت سليم، خاطر يقول لك زوز اهداف في ميتون الاول اليوم ممكن شونجمون اكثر من شيء هو السبب في الاهداف ما عارفين، ما هو عنده برشا ما لعبش. مين نرجع لك على غرام وانا حكينا فيه سليم، قلت لي وقتها ما يلعبش كيفاش ما يعيطوش، قلت لك يستحق يكون موجود في المنتخب اليوم، طفل صغير محترف في البرة. احمد صالح قال لك جمعيه ماهيش كبيره الشختار اليوم تلعب في الشامبيونز ليغ، جمعيه كبيره ليه؟ قلت ما مشيتش جمعيه كبيره واو بارابور نحن ديفونسور اليوم في تونس يمشي للشختار اليوم يشارك في الشامبيونز ليغ في معناتها في بطوله محترمه كيما الشختار عندي انا معناتها تسمى به. نرجع لك لعلي غرام، الحقيقه كان يوسف باش يعيط له اسلام للكونفوكاسيون معناتها ذي اللي باش تجي توا، انا نقول ظلم اللاعب يقبل خاطر اليوم كي تحب تقيم الملاعبي اليوم علي غرام عنده بريسك من جويليا لعب كان 90 دقيقه وانا قلت لك مع الفكر يكون في المنتخب حتى هو على البنك، اما اليوم كي مش تعيط لعلي غرام راك معناتها كيما نقولوا سرق له في حقه قبل ما يعيطوش، خاطر علاش اليوم انت علي غرام لعب 45 دقيقه حكمت عليه على 45 دقيقه بجيب المنتخب باهي فقط. رحبوا بسيد علي الكعب، مرحبا يا سي علي. مرحبا سامحوني ضيعت البلاصه شويه. مرحبا عايش كزد علي وزت وحشت وعندي برشا عايش كزد علي هذا كل يوم ولا خرجنا من البلاصه نحبه انا الحقيقه كنت ملاعب يعجبني خاطر ايش يلعب بروح بقلب ولو مكروه ولا معاه بقلب نحكي على علي غرام احمد الصالح حاب يعلق وبعد نعطيك احنا ما فما حاجه اسمها منطق ولا مع كامل المنطقة حاجة نسبية المنطقة نتاعك انت مش منطقة نتاعي فما نسبية فما امور معناتها موضوعية خلينا نحكي لك امور موضوعية به انت باش تجيب على غرام المنتخب وتحب تلعبه تيتولير والا رومبلاسون خلينا نكونوا نمشيو مع نكونوا عمليين انت المدرب يعيط الاربعة مدافعين معناتها في وسط الدفاع ولا انا عندك مرياح وعندك الطالبي وديلان محمود براون وعندنا تاع شو اسمه تاع الكلوب نادي الغندري نادي الغندري هل ترى على غرام قادر يفك بلاصه واحد من هذوما؟ اي نجم اعطيني اعطيني اسم بلاصه كون نادي الغندري اي نجم يكون تنكسال دوميتي نادي الغندري عمره ما كان نكسال دوميتي نادي الغندري الغندري تنجم قد اعطى لي بروف نتاعو كل ما عيطوا له لكيف ناسيونال والبارح والبارح سجل هدف زاد ما قادر نجم تلعب بيفو في روسيا هدف تسجل هدف راه ماهيش لا 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 كل ما استحقه المنتخب الوطني لقاه جاهز وقدم مردود ممتاز وملاعب تنجم تستحقه كاكسيال تنجم تلعبوا تروزيام اكسيال تنجم يكون بيفو تنجم تلعبوا بيفو والغندري من الملاعبيه اللي معناتها ما يعمل لك حتى مشكل في الاكيب ناسيونال لعب ما لعبش لاعب منضبط ولاعب باهي في الجروب اول ما قام الكونفوكاسيون تاع الغندري انت كنت كونتر باش يجي نادر انا جامي لا جامي كنت لا 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 جامي يا مروان لا جامي جامي خلينا ناخذ رايك رايك سي علي الكعبي نحكيو على علي غرام المعلومات اللي كانت عندنا ما كانش في الليست نتاع المنتخب باعتبار انه ماهوش يلعب اليوم البارح احرج تقريبا ستاف تكنيك بوجوده اساسي في مقابله مهمه ضد فريق كبير في الشامبيونز ليج هو ساعه نتفاهموا في حاجه الوليد هذا نسمع فيكم في الراديو وانا جاي نسمع في خويا وجدي اللي اعتقد كلامه كان منطقي برشا يقول لك هذا ولد فريق القومي تعدى على التابلات وانا بيدي كنت موجود في الجامعه هو في الفريق الاواسط مع ماهر كنزاري في الفريق الاولمبي يعني ستان فالور سير سنتفهموا في حاجه ستان فالور سير كابيتان ستان فالور سير كابيتان نتاع المنتخبات الشبان سيفيري اللي مشيانو للتوا شختر شختر ما لعبش اساسي لهنا ماهيش مشكل ترونتمون راه معناتها هو اللي قال خليك هاي معك كيك تدخل لي بعد كنت مشيان شختر ما لعبش اساسي ومش قاعد يلعب سيفيري مش قاعد يلعب ولهنا عنده الحق فوزي بنزرتي ما عيطلوش خاطر مش قاعد يعطي فون ضمان لكن سيفتو يعني جوار نتاع مستقبل يعني كان نجم يكون في المجموعة يعني كي ترانا في شختار في مستوى هذا كل شيء وبارابور للبطولة الهائلة اللي عندنا في تونس ما يكونش ستانفيلورسيون نتاع مستقبل ما يكونش موجود على الأقل في الليستة سي لو مون دي شوز يظهر لي أنا لكن
يقول لك عنده فوزي ان روبير يقول لك يلعب نعيط له ما يلعبش ما نعيطوش. احنا نحكيو على القائمة الجاية دالي راهو هذيك حاجة أخرى. لا اللي جاي لعب البارح لعب دونك نجم يدخل في الحسابات. سامحني ينجم ريكتيفي فوزي البنزرتي توا سورتو هو ولدنا ولد المنتخبات فالور سور وحاجة أخرى بربي. أما خير أنا نجيب على غرام ولا نجيب ديلان براون هاي أنا نقوله الحقائق للمستقبل. ديجا عندك مريح موجود وطالبي كنا نحكيو في نفس الموضوع سيدي علي المنتخب للجاهز مش للمستقبل ولا للحاضر للجاهز. ديلان براون زاد 30 عام مش كبير زاد تعمل دوزانا يا سلام عاش ولدي زاد تعمل دوزانا شنية وقولك كما كان يحكي الزحمة توا. بالنسبة للاعب نتاع اسمه الغندري يلعب ستان بوليفالون يلعب بيفو يلعب ستوبر يلعب ليبيرو ينجم يلعب ريتهم باش يسكتوا سي علي سي تو معناها لحظة بالله تو معناها الغندري اي وبرون لا نفس العمر لهم راهم بريسك الزوز لا 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 تو معناها لا لا سي علي معناها برون كبير والغندري صغير كيما كيف كيف زاد باهي لاحظتوها انتم جيبوا الزوز مع بعضهم جيبوا واحد برك سيدي علي خويا حاجة أخرى خويا أنا واحد من الناس رأيي الخاص انا عمري ما اقتنعت بفاليري ولا وش اسمه هذا ديلان براو عمري ما اقتنعت بهم بصراحه تامه. انا هو مريح وشوف وشوف الحقيقه لين كانوا الحقائق الحقائق انا اخويا باش تشوف حاجه في المنتخب. سامحوني قصلك على كلامك يا اسلام فما حاجة انتم قلتوها حاجة بي سيرتو هو سيتان جون اليوم نحن متشرفين عنا جوار يلعب البرة بش حاجة خرجنا بي اليوم بالكلمة قلنا ولد المنتخب هكا ولا على الاخرين ولاد شكون دقيقه برك نكملوا ما تقول لي يا اسامه متفق ما تفرقوش بين التوانسه وبين الملاعبيه هذيك نكمل نحكي ولاد تونس نكملوا احنا اليوم نحكيو على ولاد منتخب هكا ولا اليوم باش تعرفوا على بار كونتر الغندري شوف ليكيب ناسيونال اذا يحبوا يلقاو له بلاصه الغندري شوفه ديما يجيبوه نقص في اللاكس يجيبوه في بيفو لا مش يقاول هو يستحق باش يجي ويجيبوه فيه واليوم ما عندهمش مزيه يستحق عنده موازنه انا الغندري راه عنده وزن في المنطقه اليوم على غرام كل ملعب الى دوني ساتسفاكسيون سعيد الكعبي باش تشوف المنتخب اليوم عملناه ونحكيو على ايمن دحمان في الفريق نتاعو يمر بفتره خايبه وعيطوا له للمنتخب هكا ولا على غرام اليوم ماهيش مسألة رونتمون احتياطي مازال ما لعبش ماتشوات معناتها اليوم نحن قالوا ايمن دحمان نحميوه لازمنا نعيطوا له اسمعني ملي بتقولش واضحه الفكره وصلت اما خلينا نعلق لك ماهوش نفس الستاف تكنيك باش تجم تقيم لا 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 ما نشوف الفكره كانوا ماخذينه قبل على غرام لعب ميتون انا نفرضوه تيتولير في ليكيب ناسيونال لا ماهوش رونتمون معناتها اليوم كي نحكيو على ايمن دحمان لازمنا نعيطوا له باش نحميوه حتى هذايا زاد لازمنا نعيطوا له زاد نحميوه ولد المنتخب فرد بوست افضل منه تجربه وخبره وعلى كل المستويات قال اسلام تو كلمه باهيه زدحمت قال اسلام كلمه باهيه كل ستاف عنده نظريته كل ستاف عنده قناعاته فوزي كل ستاف عنده فلسفته فوزي يقول لك نعيط كان يلعب كل ستاف عنده فلسفته وفكره الور ما ندخلوش هذا في هذايا اما كلام مروان اعطي صحه الفو بروتيجي عملناه اون بروتيج جوار دو فالور ومستقبل جولنا وديما من ثلاثة لاربع الباهين علاش ما انا ما لعبش في ليكيب ناسيونال باش نبروتيجيو شنو معناتها كيفاش ولد المنتخب كيفاش اون بروتيج هذاش معناتها ولد المنتخب الاخرين ولاد لا 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 عيطوا له بالسنيور بروتيجيو اش معناتها بروتيجيو معناتها كان يلعب تيتولير واليوم عيطنا الجمله باهي خلينا نتعداو نحكيو على علي معلول بعض الكلام اللي خرج على انه باش يغادر الاهلي المصري في مواقع مصريه. اللاعب هبط ستوري البارح كتب فيها ابقى قويا فقصتك لم تنتهي بعد. علي معلول سي وجدي عقده انتهى مع الاهلي في 30 جوان مصاب هو توا الفريق تخلى كانه الفريق تخلى عنه في وقت صعيب وهو مصاب بعد سنوات كبيره من العطاء للفريق المصري هذا. يمكن لانه الغياب تاعو طال شويه والاصابه تاعو طولت شويه يعني انا كنت سمعت في البريود الاول انهم كانوا ناويين يجددوا رغم الاصابه فهمت ما ننساوش انه النادي الاهلي بدا يفكر في حلول اخرى لا ديجا جاب مغربي عطيه طلع ومن عملناه طلعت حكايه فتوح نتاع الزمالك صحيح فهمني بعد جدد مع الزمالك يعني النادي الاهلي قاعد يفكر يعني بحكم السن نتاعنا علي معلول قاعد يفكر وانه شيء يلقى البديل يعني لعلي معلول لكن الاصابه نتاع علي معلول ماهيش بالخ
الخطوره الكبيره اللي تخليه معناها باش يفقد امكانياته ينجم يرجع لمعلول ويرجع لامكانياته، ما نقولكش 100% لكن نجم يرجع في الامكانيات اللي عودنا بها علي معلول. ونعرف علي معلول راهو علي معلول ولا اسطوره راهو في النادي الاهلي راهو اسطوره معناها. شوف مشيت عملناه ولا مشينا الكيب ناسيونال جونيور نلعبوا في الكوب دافريكي جاكم على الاوتيل رحم والديك جانا الاوتيل وكل شيء هذا قاعد شيخنا عليه يسلم علينا جاب حراره. انا نقول لك حاجه الاوتيل الخدامه من الطباخه الناس كلها هبطت البحذانه للقاعه نتاع المطبخ الريستوران يعني باش يتصوروا مع علي. عليك يدخل بلاصه من امبوسيبل باش ينجم يخرج معاش يهبط قال لي معاش شعبيه كبيره صحيح ما عندكش فكره. هو اسمه كريستو مازال كي مشى معانا مازال كي مشى للاهلي الاهلي معاش يمشي للمول باش يقضي ولا باش يجري حاجات معاش ينجم يخرج. هما شعب عندهم تقاليد عندهم تقاليد نتاع الاحترام النجوميه يكونوك من لا شيء. الحبايب كان جا غادي هذا ما يخليوش كارفور معاش ينجم يخليوه. نحس مختلفين علينا شويه معناها هما عندهم يقدروا برشا الملاعبيه لا ويتبعوا برشا البرامج الرياضيه. انا طلعت مره بركه في التلفزه المصريه في الليل نحوس في الخليلي ولا حاجه هكا العباد عرفتك معناها من ابريسيون واحده معناها يتفرج في البرامج بطريقه رهيبه معناها. علي معلول بصراحه من الناحيه الكرويا ورياضيا خلى بصمه كبيره في الاهلي المصري اكثر حتى في المنتخب التونسي بصراحه. داير لهنا خرج وقت الاشاع علي معلول نتاع المنتخب مش علي معلول نتاع الاهلي. علاش؟ انا نقول حاجه بركه اول حاجه هو لقى هذيك راحه كبيره ياسر كبيره ياسر حتى الاورجانيزاسيون دو جو والسيستم دو جو بازي برشا 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 على لي مالي او نيفو دو لا كوفرتور او نيفو دو البلاسمون ديفونسيف نتاعو. يعملوا الاحتياط يخليوه لي زاسي باش يطلع ويخليوا له لي سباس باش يطلع ويهيئوا له ظروف يعني سيستم كله نتاع الاهلي كان 90% نتاعو بازي برشا على البارتي غوش. او في المنتخب لا المنتخب ما خرجناش من علي معلول لو ماكسيموم الكاليتي نتاعو بصراحه تامه. علاش باغ اكزومبل كان ينجم يكون سخيري وسيسمو والعيدوني ونيفو دو لا كوفرتير على علي وخليه اكثر سايبو عليه حريه. كنت نلعب انا رير جوش كنت نلعب في السي او تي مع بعض مدربين يعملوا لي واحد سبيسيال باش هو يعمل الكوفرتير باش انا نسايب الهبله نتاعي القدام ونشيخ كيما نحب فهمتي ولا لهنا. هذاك علاش علي معلول في المنتخب احنا ما زغليناهش مش هو ما عطاش. هذا ايش حبيت نقول انا مقتنع تماما بالكلام هذا. بارك الله فيك سيد احمد تحس فما وجيعة في الكلام نتاع علي معلول كاينه فما انغراتيتود من الاهلي؟ شو انا في تقديري علي معلول صنع مجدا وصنع تاريخا في النادي الاهلي. تقريبا ملاعبي ساهم في فوز الاهلي تقريبا 20 لقب بالرابطة ابطال افريقيا كاس مصر بطولة مصر شارك تقريبا 5 مرات والاستمرت في بطولة العالم للاندية. يعني اللي آلم شنو هو طريقة خروج علي معلول من الأهلي طريقة موجعة وموجعة جدا. النادي الأهلي لم يقدر علي معلول فما حاجة زاد يتحمل فيها علي معلول مسؤوليته هو ما عرفش يختار الوقت المناسب للخروج وهذه عادة تونسية في خروج من الأهلي. هو وفيه كنت بتوه وهو مصاب خلينا نكمل لك مش هو اختار علي معلول وبعض اللاعبيه والمدربين التوانسه ما يعرفوش يختاروا الوقت المناسب للخروج. انت مثلا فما مدربين تلقاهم ياخذ شامبيونز ليغ ولا زوز يكمل ان يخرج من الشباك ما نعرفوش نختاروا. علي معلول كان من الافضل انه يخرج وهو في طمكه في النادي الاهلي مش يقعد على ليست داتونت يخلوه معناتها في حاله انتظار وما يقيدوش في القائمه الافريقيه. يا مرا اخي مش نحكيوا على شكون يا مروان احنا مش هذاك موضوع على وش يلقى على النادي الاهلي شنو ريال مدريد يخلصوا برشا انا ما عادش حاسس برشا انا نخرج يا مروان يعيش خويا علي معلول عنده ليكاريتي تصور جاهل ممتاز السعودي وما مشاش يخلصوا حتى يا اخي سامحني هاك شفت اسمع مش يكون اسمع ما تكلموش مع بعضنا فقط خلي احمد مروان خلي احمد يكمل يا مروان انا لا يا ولدي رانا اللي همنا لا في بوتريكا لا في بو عجينه فاحنا نحكيو على ملاعبي ما عرفش يختار الوقت المناسب باش يمشي يخرج صارت بليسير عاد هو من شو احمد قاعد تعاود فيها وهو ما اختارش هو معناه مش هو اللي يختار هو عقده انتهى ولا لا حتى
من قبل ما يجدد عليه معلول قبل بعام وعامين فما تلكؤ في تجديد العقد نتاعه وطارت ان معناتها النيغوسياسيون هو احرجهم بمستواه في الفتره صحيح الاخيره هو فرض نفسه بمستواه خاطر بالنسبه ليهم هم عليه معلول كبر ماك تعرف يعني مؤسسه ما عندهمش العاطفه الاصابه جاته في وقت خايف هو عليه معلول ما التقتش اللحظه اخويا انا صيف في الكونترا نتاعي يلوج ايور وفما انديه سعوديه واماراتيه وقطريه كان تجري على علي معلول الى حد انه تصاب حتى بعد الاصابه الى اي تي سوليسيتي بعديد الفرق لكن هو فضل الاهلي فضل على حب يقعد في الزون دو كونفور نتاعو في منطقه الرفاهيه نتاعو في الاخير راهي وجيعه كبيره انك تخرج بالطريقه ذي خاطر المدرب قال ما عادش حاجتي بيه علي معلول ويحب في بلاصته هو بلاصه ترونجي يجيب ان جوور اوفونسيف لا جيب جا يحيى يعطيه طلع لا لا مش نحكي المغرب. على نحكي على بلاصه علي معلول بلاصه هو زاد حتى ايترونجي جابوا المغربي هو يحب زاد انا في حاجه يا احمد بربي يا احمد باش نقول لمروان ولدي مروان باش نقول له راه مش كل شيء فلوس اللي قالوا زاد احمد مهم ومهم جدا حتى الملاعبيه نتاعنا مش حتى في الميدان الرياضي حتى في الميدان السياسي لازمك تعرف قتاش تخرج يا صاحبي مش حكايه فلوس جامي مش مربوطه بالفلوس وشكون قال جاتو الاهلي هو قبل ما اسمعني يا سيدي علي انتم خلينا نفهموا حاجه برك مش العبيد ما نغلطوش العبيد هو بريسك مازالوا عام في كونتراتو وجات معناتها فما حاجات جات عروض من الاهلي وهو مش حابش يخرج هو عنده تشامبيونز ليغ مع الاهلي ويساعد ويقعد في الاهلي جاتو لي بلوسور حتى الاهلي ما عادش خمم فيه نحكيو على ملاعبي 34 سنه خلينا ناخذوه بالمعقول علي معلول كان اسطوره كما تحكيو انت في الاهلي والاغلبيه شوفهم جوارات الاهلي ما يخرجوش من الاهلي راه برشا ملعبيه تعديت وما مشاوش للاوروب للخليج لحد شيء خاطر الاهلي راه يتخلص مليح وعلي معلول من حظه اليوم جاتو لي بلوسور في 33 خنقولوا خاطر فما عباد جاب ربي هو معناتها جاتو ضربه في فانت كاريير خلقوله واليوم الاهلي قبل حتى ما يتضرب علي معلول ومازالوا عام في الكونترا بتبيعتهم يخموا بشي نحيو علي معلول كبروجي سبورتيف يحبوا زاد المصلحة الجدل الجمعية من حقهم من اليوم علي معلول ما قصرش كما قولوا حتى أمور كروية وأمور مادية يا ربي لك الحمد وانا كجور ونعرف تقول لي انت كملاعبي ما احترمتوش الاهلي وما خرج من الباب ولا من الشباك هذيك هي جوارات في تونس ولا في البرة راه مش نكلمك هذاك علاش خويا هذايا الكل رانا نحكيو فيه كله زايد الملاعبي راهو نهار اخر حتى الملعبيه اليوم تكور روحك وتكور اللي تحب انت مي هذا الحكايه باش تقول لي معناش في رق اليوم قاعده تكرم في جواراتها مي برافو احنا نحكيو الموضوع هذا ما نحكيو على مسيره تعليم معلول مش عرفنا تعليم معلول على الكارير اللي في برنامجه يكمل كاريره في الاهلي أيه. يقول لك انا جيت 34 حتى كي نكمل 35 كون يزي ما نحبش بعد سيف علق منجل كما يقولوا لقى راحته في الاهلي لاعب اسطوري في الاهلي الاستاتستيك الكل فهمتني في صالحه هو في الكره لي با ديسيزيف لي باس ديسيزيف فهمتني كره حاسمه تمريرات حاسمه في الاهداف في كل شيء يعني في المشاركات في التيتروات كل يقول لك انا ما عادش نجم نلقى اجواء اخرى ولا محيط نجم نكور فيه خير من الاهلي ما عادش يقول لك علاش 35 كون الترجي هذه التونسي الكونتاكت علي معلول ونجيبه ونعمل له كونترا في جونفي خاطر معلول ما علي معلول مازال ملاعب كبير ويرجع من الضربه وقادر على تقديم الاضافه للترجي التونسي وقادر انه يفك مكانه حتى في المنتخب على رجع الاسبيرونس حاب تعملها باربيك هاك ما قد ما تعمل الاسبيرونس خاطر علي معلول ودرشو مازال فيه 4 هاك ليك كيف الخمو اليوم كي تحكي يا ودي علي معلول ترجي في حاجه لعلي معلول وعلي معلول زاد نتكلم الاولاد فقط ملاحظه الاولاد ما نتكلموش مع بعضنا راهو العباد ما نسمعناش لا ما كنتش تسمعوا فيا ما نتكلموش مع بعضنا العباد ما نسمعناش خليه يكمل خويا وبعد علق تو ولا على كل واحد يعطي رايه يتبلنج عليه انا قلت لو كنت جيت مسؤول في الترجي التونسي انا علي معلول اذا كان ليبر نجيب علي معلول خاطر الترجي بحاجه الى ملاعبي باللي كاليتي نتاع علي معلول وعلي معلول يشرفوا كثير انه بعد الاهلي المصري يلعب في الترجي الرياضي التونسي العظيم هذا عادي معناتها المصلحه إيه معناتها مصلحه مشتركه اما هنا هو متيم بحب السياسات يقول لك انا اختك من المتيم هذه نكمل الفكره نتاعي يقول لك انا 6 شهور والا عام باش نعمل في الترجي باش نخسر محبه جمهور السياسات انت ستراندر السوايح قد ما عطى للسياسات اليوم معناها كان نقطه كحله انه مشى للترجي اوكي احتراف لكن تصور علي معلول يخمم بطريقه هيك راهو لاعب كومبيتيتور لهنا سامحني لهنا نحن في تونس بصراحه تامه منوليو محترفين بتم معنى الكلمه كي نغيروا العقليه هذيا راهو جوار يحب انا ولد السيوتي غدوه جاتني الاسبيرانس يمشي الاسبيرانس ولا الكلوب ولا الستاد ولا اي جمع ولا باجا ولا
هذا مكتوب نمشي على روحي نخدم، هذه خدمتي. راهو جوار توا ماذا بينا حتى في الاعلام ما عادش نقولوا العب، نقولوا قاعد يخدم. هذه خدمته صحيح صحيح بس العقليه، اما العقليه حتى في العالم مش كان في تونس. علاش اخترت لك الاسبيرانس؟ علي ما رجعش الاسبيرانس على الشامبيونز ليغ. انا تاع كاس العالم مستانس بالرهانات الكبيره مع الاهلي، يلقاهم كيف الاسبيرانس في تونس تحبوا نتكره. لا في فانت كل في وبا لا لا واضح رهان كاس العالم تشامبيونز ليغ السوبر كوب السوبر ليغ يلقى روحه كانه كان في الاهلي. لا بتبعتوا هاسي ترويت وشبعان شبعان شبعان بلاش ما رجعش لتونس باش ما يسبونيش. وصلت الفكره سيبون نمشيو موسيقى بعد نحلوا القوس نتاع مقابلات البطوله.